بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هندخل ان شاء الله في شيت 4، اللي هو عن النيوميريكال سيستم. النيوميريكال سيستم ده اللي هي الانظمة العددية. بيبقى عندي مجموعة كده من اشهر الانظمة هنشتغل عليها، وازاي نحول من نظام عددي لنظام عددي اخر. اول حاجة يعني كتذكرة كده في التحويلات اللي الدكتور شرحها في المحاضرة. اول حاجة انا لو عندي سويتش يعني مفتاح، المفتاح ده بيفتح ويقفل. قالك احنا بنمثل المفتاح ده لو فاتح بلوجيك 1، يعني لو عندي المفتاح اوبن او اون يبقى لوجيك ايه، لوجيك 1. لو المفتاح مقفول يبقى صفر، لوجيك 0 بنمثله بلوجيك 0. يبقى لو عندي 1 سويتش بتمثل في حالتين اون واوف، الاون لوجيك 1 الاوف لوجيك 0. الكلام ده لو عندي مفتاح واحد. يبقى في الباينري بتمثل بايه، بواحد او صفر، دي القيم المتاحة اللي عندي، واحد وصفر يعني ايه قيمتين. طيب لو عندي تو سويتشز، عندي مفتاحين، قلنا المفتاح الواحد بيتمثل في حالتين واحد وصفر، يبقى الاتنين سويتش يبقى عندي كام فاليوز، هيبقى عندي 4. تمام كده، المفتاح الواحد فيه 2 يبقى المفتاحين فيهم كام، 4. طب انا بجيبها ازاي؟ لو عندي ان من السويتشز اللي انا بسميها ان من عدد البيتس، هتتمثل باينري في ايه، في 2 اس ان، الان دي بتمثل لي عدد البيتس. تمام، يبقى انا لو عندي 2 سويتشز هيبقى كام بيتس، كام فاليو متاح عندي، تبقى 2 اس 2 اللي هي عدد السويتشز بتاعتي. طب لو عندي 3 سويتشز تبقى 2 اس 3 يعني كام، يعني 8 فاليوز. يبقى انا لو عندي 1 سويتش هيبقى عدد القيم اللي قصادي هتبقى 2 اس كام، اس 1 اللي هي ب 2، 1 و0. طب لو عندي مفتاحين هتبقى 2 اس 2 يعني 4 values. تمام كده، يبقى السويتش الاولاني والسويتش التاني الصفر طيب ايه القيم اللي مكتوبة دي؟ ده السويتش الاولاني وده السويتش التاني. قالك القيم المتاحة عندي احنا قلنا المفروض بيطلع لي كام value، 4 value. طيب الحالات بتاعتي ايه؟ ممكن السويتش الاولاني يكون اوف والتاني اوف، ممكن السويتش الاولاني يكون اوف والتاني اون، ممكن الاولاني اون والتاني اوف، ممكن الاتنين اون. يعني دي الحالات اللي ممكن يتواجد فيها السويتشات، وهيطلع لي من الاربع حالات دول كام قيمة، 4 values. طب لو عندي 3 سويتشز هيبقى هقسم، بدل 0 و1 هيبقى 4 اصفار 4 وحيد، بعد كده 0 و1 0 و1، بعد كده 0 و1 0 و1. ماشي، يبقى دي الحالات المتاحة عندك. يبقى لو قال لي عندي 3 سويتشز هيبقى عندي كام فاليو، هيبقى 2 اس 3 يعني 8 فاليو. يبقى انا بيقول لك عشان امثل اي رقم في صورة باينري، باينري قلنا اللي هو الثنائي اللي هو النظام في الصفر والواحد، بعمل ايه؟ بعمل 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 3، 2 اس 4. مثلا انا عايزة امثل رقم 1 يعني اللي هو بالعشري، رقم 1 الاعداد العاديه بتاعتها، همثلها ايه؟ عندي 2 اس 0 بواحد، يبقى هيبقى هنا هحط 1. طب انا عايزه امثل الرقم 4، 4 ده يعني 2 اس 2 اللي هو 4، يبقى هحط 1 عند ال 2 اس 2، هيبقى هنا ايه 0 وهنا 0. تمام كده، يبقى عشان امثل اي رقم باينري اصفار وحيد بعمل 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2 وهكذا، واشوف الرقم اللي انا عايزه امثله. مثلا انا عايزه امثل 5، 5 يعني عباره عن 4 اللي هي 2 اس 2 زائد ايه، زائد 1 اللي هي 2 اس 0. يبقى هحط 1 عند 2 اس 2 و1 عند 2 اس 0، وهنا هحط ايه في النص، هيبقى 0. يبقى انا كده مثلت ايه، مثلت الخمسة. تعال نشوف بقى الكومن نيوميريكال سيستم. يعني ايه كومن نيوميريكال سيستم؟ يعني اشهر الانظمه العدديه اللي متعارف عليها. ايه هي؟ عندي النظام الباينري، الباينري قلنا اللي هو الثنائي، يعني الاساس بتاعه 2. تمام، الاساس اللي هو احنا كنا لسه بنقول اهو فوق اللي هو الاساس اللي هو ده وده الاس. تمام، يبقى انا في الباينري يعني النظام الثنائي النظام بتاعي الاساس بتاعه بيبقى 2، يعني 2 يعني الباينري مش هيمثل غير في 0 و1 فقط.
تاني حاجة الأوكتال، يعني ايه الأوكتال؟ يعني النظام الثماني، يعني يبقى من اسمه كده يبقى الأساس بتاعي ايه؟ 8. 8 يعني عند القيم بتاعة الأوكتال ده من 0 لحد 7، 8 قيم، تمام كده. بعد كده الديسيمال، الديسيمال هو العشر، الأرقام العادية بتاعتنا الأساس بيكون ايه؟ الأساس بيكون 10، وعشر يعني عندي 10 values، يعني ايه؟ من 0 لحد 9، يبقى كده 10 values. بعد كده النظام الرابع اللي هو الهكساديسيمال، النظام السداسي 10، يعني الأساس هيكون كام؟ 16. و16 يعني عندي كام قيمة؟ من 0 لحد 15. طب بيمثل ازاي؟ قالك من 0 لحد 9 هتتكتب أرقام عادي، 0 1 2 3 لحد ما توصل لـ9. طب من أول العشرة همثلها بحروف كابتل، يعني هيبقى A B C D E F. الـ A اللي هو الرقم اللي بعد 9 اللي هو كام؟ 10، يبقى الـ A ده هي تمثل لي 10 في الهكساديسيمال، الـ B تمثل لي 11 في الهكساديسيمال، الـ C تمثل لي 12، الدي تمثل الـ13، الاي تمثل الـ14، الاف تمثل ايه؟ الـ15. طب ايه المطلوب مني في الانظمة دي؟ مطلوب مني احول من الانظمة دي لبعضها، التحويلات دي، وده اول سؤال في الشيت. طيب تعالى قبل ما نحل اول سؤال في الشيت نشوف التحويلات دي ازاي. قالك انا عندي نظامين اساسيين اللي هو العشري والثنائي، وهنا اي نظام باقي اللي هو هيكون مين؟ الديسيمال، الاوكتال، ايا كان النظام هنا. يبقى انا بعمل ايه؟ عندي من العشري لاي نظام اقدر احول، ومن اي نظام لعشري، دي الطرق المفروض هنعرفها. والمفروض عندي من الثنائي احوله لاي نظام، واي نظام للثنائي. يبقى اول حاجة انا من العشر لاي نظام، ومن اي نظام للعشري، ومن الثنائي لاي نظام، ومن اي نظام للثنائي. تعالوا نشوف اول حاجة ازاي نحول من اي نظام لعشري. اي نظام ده اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن يكون باينري، ممكن يكون اوكتال، ممكن يكون هكسا ديسيمال. تعال نشوف المثال ده. اول حاجة مديني رقم وقال لي ان هو ده ايه؟ ان الرقم ده يعني نظام ثنائي، يعني اساسه 2. مديني 1101 وقال لي دوت 2، يعني ده نظام ثنائي، يعني الاساس بتاعي 2. حول هولي لنظام كده معناه انه عايزه يحوله للنظام ايه؟ العشر. هعمل ايه؟ سهل جدا، انا عرفت ان ده نظام ايه؟ ثنائي. هاجي اكتب الرقم اللي هو مدهولي 1011، وهاجي عند اول اليمين هنا هرقم فوقيه 2 أس 0، واللي بعده 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3. ليه 2؟ لان ده نظام ثنائي. وهاجي كل رقم فوق هضربه في الرقم اللي تحت، زائد الرقم اللي فوق في الرقم اللي تحت، زائد الرقم اللي فوق في الرقم اللي تحت، زائد الرقم اللي فوق في الرقم اللي تحت. يبقى عملت ايه؟ اول حاجة 2 أس 3 في كام؟ في 1، زائد 2 أس 2 في 1، زائد 2 أس 1 في 0، زائد 2 أس 0 في 1، وجمعتهم طلع لي الناتج 13. هي بس كده، يبقى انا حولت من النظام اللي هو هنا الثنائي للعشري. يبقى لو يبقى 1101 بالثنائي طلع لي كام؟ 13 بالعشري. طب يعني انا بعمل ايه؟ يعني انا باجي بكتب الرقم اللي هو مديهولي، وفوق برقم بالاساس بقى اللي عايز احوله، اللي انا هحوله قصدي. هنا اساس 2، يبقى هيبقى 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3. طب في الثماني هيبقى 8 أس 0 زي المثال اللي تحت، 8 أس 1، 8 أس 2. تعالى نشوف تاني حاجة. مديني 125، قال لي ده ايه؟ اهو 8، يعني اساسه 8، يعني الرقم ده ايه؟ اوكتال ثماني، عايز يحوله للعشري. عملت ايه؟ مسكت 125 اهو، وجيت من الاول رحت مرقمه. انا هنا الرقم ده ايه؟ اوكتال ثماني، يبقى هتبقى 8 أس 0، والرقم اللي بعدين 8 أس 1، 8 أس 2. بعمل ايه؟ اللي فوق في اللي تحت، زائد اللي فوق في اللي تحت، زائد اللي فوق في اللي تحت، واجمع عادي، عملية حسابية عادية جدا. يبقى هتبقى اول واحدة ايه؟ 8 أس 2 في 1، زائد 8 أس 1 في 2، زائد 8 أس 0 في 5، وطلعت الناتج بتاعي طلع لي بـ85. يبقى ده في الايه؟ حولت الاوكتال للعشر. نفس الطريقة هنتبعها، يبقى في التحويل من اي نظام للعشري مفيش اسهل من كده. هنا مديني ايه؟ 15،
وقال لي هنا 16، يبقى الرقم ده ماله؟ هكسا ديسيمال، سداسي 10، عايز احوله للعشري. طب انا كنت قايله الاي دي تمثل كام؟ قلت من 0 لحد 9 بتتكتب ارقام عاديه في السداسي 10، بعد كده من 10 لحد 15 برقم اي بي سي دي اي اف اللي هي بالكابيتال. يبقى الاي ده يمثل لي كام؟ يمثل لي 10. ناخد بالنا، يبقى انا جيت كتبت الرقم اي 15 اهو، ورقمته في ايه؟ انا عارفه ان الرقم ده سداسي 10، يبقى 16 اس 0، 16 اس 1، اللي بعديه 16 اس 2، واللي فوق في اللي تحت. اول حاجه هيبقى 16 تربيع في ايه؟ لا، انا عارفه ان الاي دي اللي هي تساوي كام؟ 10. يبقى 16 تربيع في 10 زائد 16 اس 1 في 1 زائد 16 اس 0 في 5، واحسبها هيطلع لي 2581 بالايه؟ بالعشري. تمام، يبقى ده اول تحويله اللي هي من اي نظام لعشري. طيب انا عايز اعرف بقى لو عندي الرقم فيه علامه عشريه هحوله ازاي؟ برضو ما فيهاش اي مشكله، سهله جدا. يبقى انا برضو لسه في اي نظام للعشري، لو الرقم اللي اداهولي زي هنا كده فيه علامه عشريه هحوله ازاي للعشري؟ ما فيش اي مشكله، هعتبره خط اعداد. انا كتبت الرقم تاني اهو، تمام، انا العلامه العشريه في النص اهو، الرقم ده عامله زي ما كنت بتعامل مع اللي فوق بالظبط، هرقم 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، وهكذا ايا كان الرقم. طيب في علامه عشريه، هاجي بقى عند الرقم من اول اللي بعد العلامه العشريه هيبقى ايه؟ هنا كان 0، قلل بقى، يبقى هنا 2 اس سالب 1، 2 اس سالب 2، 2 اس سالب 3، وانت ماشي كده. يبقى قبل العلامه العشريه برقم عادي جدا 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2 زي ما كنت بعمل. طيب بعد العلامه العشريه هبدا بقى اخلي 2 بس الاس ايه؟ بالسالب، سالب 1، سالب 2، سالب 3، وهكذا. هعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل، اللي فوق في اللي تحت، اللي فوق في اللي تحت. اول واحده هي 2 اس 4 في 1 زائد 2 اس 3 في 1 زائد، دي هتبقى اصلا اي حاجه في صفر بصفر، زائد 2 اس 1 بصفر اللي هي بصفر، زائد 2 اس 0 في 1 زائد 2 اس سالب 1 في صفر اللي هي بصفر، زائد 2 اس سالب 2 في 1 زائد 2 اس سالب 3 في 1 اهو. تمام، هحسبها. طبعا ما بحطش العلامه العشريه في مساله الحساب، ليه؟ لان كده كده انا عندي اس بالسالب، يعني هيطلع لي الرقم ايه؟ فيه العلامه العشريه بتاعتي، طلعت لي ب 25 و 625 من 1000 بالعشر. يبقى انا لو عندي علامه عشريه ايه؟ نفس اللي كنت بعمله بس بعد العلامه العشريه برقم 2 اس سالب، لو اوكتال هيبقى 8 اس سالب 1، لو السداسي 10 هيبقى 16 اس سالب 1. تعالى نشوف المثال اللي بعديه. هنا مديني 3.07 في اللي هي ايه؟ قال لي ثماني، يعني الرقم ده ماله؟ اوكتال، عايز احوله لعشري وعندي علامه عشريه. كتبت الرقم اهو اللي قبل العلامه العشريه برقم عادي خالص، ما عنديش الا رقم واحد، يبقى 8 اس 0. بعد العلامه العشريه قلنا بالرقم بالايه؟ بالسالب. ليه 8؟ لان الرقم ده ماله؟ ثماني، اساسه 8، يبقى 8 اس سالب 1، 8 اس سالب 2، واللي فوق في اللي تحت، ادي 8 اس 0 في 3 زائد 8 اس سالب 1 في 0 بصفر زائد 8 اس سالب 2 في 7، حسبتها وطلع لي الرقم بتاعي بالعشر. نفس الكلام في السداسي 10 للعشري، رقم اهو فيه علامه عشريه، كتبت الرقم قلنا قبل العلامه العشريه وانا عارفه ان الرقم ده سداسي 10، يبقى 16 اس 0، 16 اس 1، 16 اس 2، وبعد العلامه العشريه هيبقى ايه؟ الترقيم بالسالب، يبقى 16 اس سالب 1، 16 اس سالب 2، واللي فوق في اللي تحت. تمام كده، اضربت 16 تربيع في 5 زائد 16 اس 1 في 2 زائد 16 اس 0 في 2 زائد 16 اس سالب 1 في 3 اهو زائد 16 اس سالب 2 في ايه؟ في 9، وطلعت الرقم، حسبته على الاله وطلع لي. فيها مشكله؟ يبقى تحويل من اي نظام للعشري مفيش اسهل من كده، سواء كان رقم صحيح سواء كان رقم في ايه؟ علامه عشريه. تعالى نشوف التحويلة التانية. احنا حولنا من اي نظام للعشري، انا عايز اعرف العكس، عايز احول من العشري لاي نظام، هعمل ايه؟ لو عندي رقم فيه علامة عشرية، رقم عشري عادي فيه علامة عشرية، بتعامل مع الارقام الصحيحة لوحدها
ومع الارقام العشرية اللي هي بعد العلامة العشرية لوحدها. قال لك بعمل ايه؟ قال لك بمسك الرقم الصحيح، بعمل عملية القسمة على مين؟ على الاساس المطلوب التحويل له، يعني بقسم على الاساس اللي انا عايز احوله. يعني انا لو عايز احول العشري لثماني يبقى هقسم على كام؟ هيبقى الاساس كام؟ 8، يبقى هقسم على 8. ده فين؟ في الرقم الصحيح. طب في العشر اللي بعد العلامة العشرية بعمل ايه؟ بضرب في الاساس المطلوب التحويل ليه. يعني لو هحول لثمانية هضرب في كام؟ هضرب في 8. يبقى الارقام الصحيحة بقسم على الاساس، الارقام العشرية بضرب في الاساس. تعال نشوف مثال على الكلام ده. مديني رقم عشري اهو 13.125، قال لي ده بالعشري ديسيمال، عايز احوله لباينري، يبقى ده الاساس المطلوب ايه؟ التحويل له. هعمل ايه؟ قلنا بمسك الرقم الصحيح اللي في الرقم ده، الرقم الصحيح هنا اللي هو مين؟ 13، والرقم العشري اللي هو مين؟ 0.125. تمام كده. طب هعمل ايه؟ قلنا في الارقام الصحيح هقسم على ايه؟ هقسم على الاساس اللي هو كام؟ انا عايز احول لاتنين اهو، يبقى انا هقسم على 2، وباقي القسمة هو اللي باخده. وهنشوف الكلام ده ازاي، في الحل اسهل من الكلام. طب الرقم العشري بعمل ايه؟ قلنا بنضرب في الاساس، وباخد الرقم اللي قبل العلامة العشرية فقط. طب تعالى نشوف مثال علشان نفهم الكلام اللي مكتوب ده. قلنا بناخد الرقم الصحيح اهو لوحده، واخده اهو، وده الناتج بتاع القسمة، وده الباقي. يبقى ده اللي هعمله في الرقم الصحيح، وادي الرقم العشري. تعالى قلنا نمسك رقم كده. اول حاجة رقم صحيح قلنا بنعمل ايه؟ بنقسم على الاساس المراد التحويل له. قسمت 13 على 2 هيطلع لي 6 وكسر، هاخد الناتج بس الصحيح اللي هو 6. طب الباقي هحسبه ازاي؟ الباقي ده الباقي هيبقى عبارة عن 13 ناقص 2 في 6 هيطلع لي بواحد، يعني 13 ناقص 12 هيطلع لي الباقي كام؟ بواحد. واجي اخد ناتج القسمة ده اللي هو الرقم الصحيح اللي انا خدته من الرقم اللي ظهر لي، واجي ارجع تاني اقسمه على ايه؟ على 2 اللي هو الاساس اللي انا هحوله. 6 على 2 فيها كام؟ فيها 3، عدد صحيح مش فيه ايه؟ باقي. يبقى الباقي كام؟ 0. بعد كده هاخد الناتج اقسمه على ايه؟ على 3 على 2، يبقى 3 على 2 هيطلع لي 1.5، صح؟ باخد الواحد بس. طب الباقي ده بجيبه منين؟ 3 الرقم الاولاني ناقص التاني في الناتج، يعني 3 ناقص 2 في 1، يعني 3 ناقص 2 اللي هي كام؟ بواحد. بعد كده باخد الواحد اقسمه على 2، بقف هنا بقى، ده اخري. ليه؟ اول ما يكون الرقم اللي بقسم عليه اصغر من الاساس، يعني اصغر من الرقم اللي انا بقسم عليه، يبقى الناتج هروح حاطاه صفر واشوف الباقي كام. الباقي بحسبه ازاي؟ قلنا الاولاني اللي هو 1 ناقص 2 في 0 اللي هو 1 ناقص 0 بكام؟ بواحد. يبقى انا اخر حاجه، يبقى انا اول حاجه عملتها مسكت الرقم قسمت على الاساس، هيطلع لي الرقم صحيح وكسر، باخد الرقم الصحيح بس. واحسب الباقي ازاي؟ يبقى 13 ناقص 2 في 6 هيطلع لي بواحد. بعد كده هاخد الناتج اقسمه تاني على 2، طلع لي بتلاتة، يبقى صفر، ما عنديش باقي، هيكون بصفر. بعد كده خدت الناتج 3 على 2 فيها الواحد وكسر، باخد الرقم بس. احسب الباقي ازاي؟ 3 ناقص 2 دي في الواحد ده، خطوة ثابتة، هيطلع بكام؟ بواحد. بعد كده خدت الواحد، لقيت الواحد اصغر من الاساس، يبقى هيبقى الناتج صفر، واحسب الباقي بتاعي بالطريقة اللي انا عارفاها اللي هي 1 ناقص 2 في صفر، هيطلع لي بواحد. خلاص خدت الباقي. خلينا دلوقتي بعمل ايه؟ باجي باخد السهم من تحت لفوق، يعني بكتب الرقم من تحت لفوق، من الشمال لليمين. يعني انا لما اجي اكتب الرقم ده هيبقى ايه؟ 1101، من الشمال لليمين اهو، تمام. وفي النص ايه؟ بين ال 13 وال 0.125 العلامة العشرية، يبقى هاجي احطها هنا اهي.
وتعالى بقى نشوف هنعمل ايه في الرقم العشري. خدت يبقى بوينت 1 2 5 اللي هو الرقم العشري بتاعي، قلنا بنضرب في مين؟ في الاساس المراد التحويل له اللي هو الثنائي، ضربت في 2 يبقى بوينت 1 2 5 في 2 طلعت لي بوينت 2 5. باخد الرقم اللي بعد العلامة العشرية يبقى بوينت 2 5 اهو، يعني لو هنا 1 ما باخدش الواحد، باخد بوينت 2 5 بس، لو هنا 2 ما باخدش 2، باخد بوينت 2 5 بس. خدت البوينت 2 5 هعمل ايه؟ هضربها في الاساس، طلعت لي بنص، باخد الرقم اللي بعد العلامة العشرية النص اهو، هضربه تاني في 2 هيطلع لي 1.0 اللي هو نص في 2 بواحد، يعني ايه؟ في 1 هنا اهو، هاخد مين؟ هاخد الصفر، تمام؟ هاخد الصفر اللي بعد، مش هاخد الواحد الصحيح اهو، خدت الصفر ضربته في الاساس 2 بقت 0، خلاص بعد كده هيتكرر لي 0 0 0، هقف ايه؟ عند النقطة دي، يا اما هو بيحدد لي حط لي كام رقم بعد العلامة العشرية او لما يتكرر، تمام؟ باخد هنا ايه؟ هنا كنت باخد من تحت لفوق في الرقم الصحيح، لا هنا هتاخد من فوق لتحت، من فوق لتحت. باخد ايه بقى من الارقام اللي ظهرت لي دي؟ باخد الرقم بقى هنا ايه اللي قبل العلامة العشرية اللي هنا يبقى 0 0 1 0 من فوق لتحت اهو، 0 0 1 0، وما ننساش حطينا العلامة العشرية في مكانها، يبقى بعد ما خدت الرقم 13 بعد ما حولته تحط العلامة العشرية وتيجي تشتغل على مين؟ على الرقم العشري، ما فيهاش مشكلة، هي سهلة خالص، جربوا حلوها ان شاء الله بايديكم هتبقى بسيطة. تعالى نشوف برضو مثال تاني، هنا برضو عايز يحول لي الرقم العشري دوت وفي علامة عشرية لمين؟ لأوكتل. قلنا بنعمل ايه؟ بناخد الرقم الصحيح لوحده والرقم العشري لوحده، الصحيح بقسم على الاساس المراد التحويل ليه، العشري بضرب على في الاساس المراد التحويل ليه. تعالى نشوف هنا 145 انا عايز احول لمين؟ لثماني اوكتل، يبقى اقسم على كام؟ على 8، يبقى 145 على 8 هتطلع لي ب 18 وكسر، هاخد قلنا مين؟ الرقم الصحيح بس. طب الباقي هحسبه ازاي؟ اهو انا كاتبه لكم، عباره عن 145 اللي هي اللي في الاول دي ناقص 8 في 18، حسبت الباقي طلع لي بواحد. طيب بعد كده هاخد ناتج الاسم، هرجع اقسمه تاني على 18، طلع لي 18 على 8 طلع لي باتنين وكسر، هاخد الاتنين بس. طب والباقي احسبه ازاي؟ هيبقى عبارة عن 18 ناقص 8 في الاتنين طلعت لي باتنين، ده الباقي، لازم الباقي ده لان هو ده اللي انا باخده، هو ده الحل. بعد كده هاخد الاتنين هقسمها على 8، هقف عند دي اخر خطوة، ليه؟ لان ده اصغر من الاساس اللي انا بقسم عليه، يبقى 2 على 8 يبقى الناتج في 0 وهيطلع هنا ايه؟ كسور، قلنا انا باخد الرقم الصحيح بس اللي هو هاخد اللي هو مين؟ الصفر. الباقي هحسبه ازاي؟ يبقى 2 ناقص 8 في 0، 2 ناقص 8 في 0 هتطلع لي ب2. قلنا بناخد الباقي ده منين لمنين؟ من تحت لفوق، يعني انا هاخد 2 2 1 واكتب من الشمال لليمين اهو، واحط ايه؟ ما ننساش العلامة العشرية. تعال نشوف الرقم العشري اللي هو كام؟ 45 من 100، قلنا بنضرب، هنضرب في مين؟ في اللي انا بحوله ده، ضربت في 8 يبقى بوينت 4 5 في 8 طلعت لي 3.6، باخد الرقم فقط، بضرب مين بقى في الرقم ده؟ الرقم اللي بعد العلامة العشرية، خدته اهو مين؟ اللي هو 6، ما باخدش الرقم اللي قبل العلامة، يبقى 6 في 8 طلعت لي ب4.8، بضرب مين؟ الرقم اللي بعد العلامة العشرية، خدت 8، ضربتها في 8 ما خدتش الاربعة اهو، خدت الرقم العشري فقط، 8 في 8 طلع لي ب6.4، هاخد من اضربه في 8 ال4 بس، اهي 4 في 8 3.2، هاخد مين هنا اضربه في 8 ال2، الرقم العشري او 2 في 8 ب1.6، لحد امتى؟ يا اما لو ما حدد ليش كام رقم بعد العلامة العشرية انا بفضل اعملها لحد ما الرقم اللي هنا ده يتكرر،
قال لي 3 ارقام بعد العلامة العشرية هقف عند النقطة دي، قال لي 4 ارقام بعد العلامة العشرية هقف عند النقطة دي، ما حدد ليش، بفضل احسب لحد ما الرقم اللي رقم في الناتج هنا الرقم ده يتكرر. طيب هنا خدت 2 من 10 ضربتها في 8 طلعت لي 1.6، هاخد 6 من 10 هضربها في 8 طلعت لي بكام؟ 4.8. هلاقي عندي قبل كده ظهر لي 4.8، يبقى ستوب لحد كده، ابتدى الناتج ايه يتكرر. قلنا بناخد بقى خلاص عملت العملية الحسابية بتاعتي، قلنا بناخد مين؟ باخد بقى الرقم اللي قبل العلامة العشرية من فوق لتحت، يبقى هيبقى اخد ايه؟ 3 4 6 3 1 4 اهو، 3 4 6 3 1 4، يبقى انا كده حولت الرقم من العشري للثماني. يبقى دي الطريقة الثابتة في التحويل من عشري لأي نظام، فيها مشكلة؟ لو عندي هنا 10 وهنا عايز احوله ل16 هعمل ايه؟ هقسم في الرقم الصحيح على 16 وهضرب الرقم العشري في كام؟ في 16. تعال نشوف بعد كده. يبقى انا خلصت كده، عملت اول جزء اللي هو من 10 لاي نظام ومن اي نظام للعشري. تعال نشوف تاني حاجة، رقم 2 ازاي احول من اي سيستم للباينري ومن الباينري لاي سيستم، والتحويل ده سهل جدا. تعال نشوف اول حاجة، لما اكون عايزة احول من اوكتل لباينري، يعني من نظام ثماني لنظام ثنائي، انا قلت الثماني دوت في كام رقم؟ في 8 ارقام، اللي هو من كام لكام؟ من 0 لحد 7، يعني 7 دي هاجي امثلها باينري اهو، 7 لما اجي امثلها باينري عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 زائد 2 زائد 1، صح؟ يعني 1 1 1، يبقى 7 دي بتتمثل في كام بت؟ في 3 بت، صح كده؟ يبقى انا عشان كده اي رقم في النظام الثماني من 0 لحد 7 هنحوله لثلاث خانات في النظام الباينري، يعني من الاخر 3 بتس باينري هتمثل لي 1 بت ايه؟ اوكتال. ليه؟ لان اكبر رقم في الثماني يمثل في كام بتس؟ في 3 بتس باينري، يبقى 3 بتس باينري تساوي 1 بت اوكتال. تعال نشوف الحوار ده نعمله ازاي. اول مثال عندي مديني الرقم 5.64، ده ايه؟ ثماني. بيقول لك حولهولي للنظام الثنائي، والله ما في اسهل من كده. تعال نمسك رقم رقم مع الاحتفاظ بالعلامة العشرية. اول حاجة الخمسة، الخمسة دي لما اجي امثلها باينري عبارة عن ايه؟ الخمسة عندي 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2، الخمسة عبارة عن 2 أس 2 اللي هي 4 زائد 1، فحطيت هتبقى هنا 1، وعند اللي في النص دي انا مش جمعتها اهو، انا جمعت 4 زائد 1، يبقى هحط اون عند الواحد وعند الاربعة، واحط اوف عند مين؟ عند 2 أس 1، بحيث اما انا اجي اجمعه هيبقى 2 أس 0 زائد 2 أس 2، وطبعا دي بصفر خالص مش هجمعها، هتبقى اللي هي كام؟ 5. تعال نمثل الست، الست عبارة عن كام في دولي؟ من دولي عبارة عن الـ4 زائد الـ2، يبقى احط اون عند الـ4 واون عند الـ2، وعند 2 أس 0 احط ايه؟ 0، عشان تديني من مجموعهم يكون كام؟ 6 اللي هي 4 زائد 2. بعد كده عايزة امثل ايه الرقم اللي بعديه؟ الـ4 دي همثلها ازاي؟ يبقى عبارة عن الـ2 أس 2، يبقى اون عند 2 أس 2 اهو، والباقي هيكون ايه؟ هيكون اوف. بس كده، يبقى انا مسكت كل واحدة من الـ3 ارقام دول مثلتها في كام بتس؟ 3 بتس. ليه؟ لان قلت 3 بتس باينري تساوي 1 بت اوكتال، يبقى كل بت من الاوكتال دي هتكافئ 3 بتس من الايه؟ من الباينري. اول رقم كان كام؟ 5، اهو مثلته في 1 0 1، اهو كتبته 1 0 1، قابلني مين؟ العلامة العشرية نزلتها. بعد كده الستة مثلتها في 1 1 0، بعد كده الاربعة مثلتها في 3 بتس اللي هو كام؟ 1 0 1. يبقى انا كده حولت من الثماني لمين؟ للثنائي بتاعي اللي هو طالبه، فيها مشكلة؟ تعال نشوف اللي بعديه. مديني هنا رقم من غير علامة عشرية نفس التاني، 705 بالثماني حولها لي بالثنائي، مسكت 7
حولتها بقت كام؟ عبارة عن 4 زائد 2 زائد 1، يبقى التلاتة دول هيكونوا اون، 1 1 1. طيب بعد كده الصفر، صفر ما هو صفر، بس انا عايزة امشيله في كام بيتس؟ 3 بيتس. فروحت في التلاتة حطيت ايه؟ اصفار. بعد كده الخمسة عبارة عن 4 زائد 1، اي 1 0 1. كتبتهم بالترتيب، السبعة 3 وحيد، الصفر 3 اصفار، الخمسة 1 0 1. كده انا حولت كل بيتس من الاوكتال حولتها في 3 بيتس ايه؟ باينري. تعال نشوف التحويلة اللي بعديه، ازاي احول من الهكسا ديسيمال للباينري. اللي فهم من الاوكتال للباينري دي هتبقى نفس الكلام، بس الفرق ايه؟ انا عندي الهكسا ديسيمال قلنا السداسي 10، يعني عندي كام بيتس؟ من 0 لحد 15. تمام، همسك اعلى رقم في الهكسا ديسيمال اللي هو كام؟ 15. تعالى كده مثله لي باينري، هيبقى ايه؟ عندي 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3، هلاقي ان هو 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1، هيدوني 15، يعني 4 وحايد. يعني اكبر رقم في الهكسا ديسيمال تمثل لي في كام بيتس باينري؟ 4 بيتس. يبقى انا احتاج كام بيتس باينري؟ ال 1 بيت هكسا تساوي 4 بيتس باينري. يبقى لازم امثل كل بيتس من الهكسا ديسيمال في كام بيتس في الباينري؟ 4 بيتس. تمام كده. تعالى مثال، مديني الرقم دوت 2BBC.4AF، وقال لي ده ايه؟ طبعا بالستاشر السداسي 10، وطبعا انا شفت الحروف دي هعرف على طول انه سداسي 10. حول هو للثنائي، هعمل ايه؟ همسك بت بت وحولها، كل بتس لازم تتمثل في كام؟ في 4 بتس باينري. مسكت الاتنين، الاتنين دي عبارة عن 2 اس 1، يبقى احط هنا اون عند 2 اس 1 والباقي هيكون ايه؟ اوف. اهو 0 1 0 0. همسك البي، البي دي اللي هي كام يا جماعة؟ اهي البي اللي هي 11، هلاقيها عبارة عن 8 زائد 2 زائد 1، يبقى 8 اللي هي عند 2 اس 3 هيبقى اون، و2 هتبقى اون، والواحد 2 اس 0 بواحد هتبقى اون. طب 2 اس 2 هتبقى اوف، يبقى 1 0 1 1، ادي البي. بعد كده قابلني البي التانية برضو زيها 1 0 1 1. بعد كده السي، السي ده اللي هو انا عندي الاي ب10 البي ب11، هيبقى السي بكام؟ ب12. ال 12 دي عبارة عن ايه؟ كام زائد كام في اللي فوق دولي؟ عبارة عن 8 زائد 4، يبقى هيبقى الاتنين دول اون والباقي ايه؟ اوف. يبقى 1 1 0 0، يبقى خدت السي مثلتها في كام بيتس؟ 4 بيتس، او 1 1 0 0. العلامة العشرية نزلها في مكانها بعد ما مثلت الارقام. كمل الاربعة، الاربعة يعني 2 اس 2، يبقى احط اون عند 2 اس 2 يعني 1، والباقي هيكون ايه؟ اوف اهي. بعد كده الايه، الايه ده قلنا اللي هي كام؟ 10، ال10 اللي هي 8 زائد 2، يبقى هاجي عند 2 اس 3 هحط اون، وعند 2 اس 1 هحط اون، والباقي هيكون ايه؟ هيكون اوف، يعني اصفار. ادي 1 0 1 0. بعد كده الاف، الاف اللي هو كام؟ اللي هو ال15، ال15 احنا لسه ممثلينه في 4 بيتس اللي هو كام؟ 4 وحايد. يبقى انا كده حولت من السداسي 10 للايه؟ للباينري، ما فيهاش اي صعوبه، سهل جدا. طيب تعالى نشوف بقى العكس، من باينري لاني سيستم، ازاي احول من الباينري لاي نظام تاني. انا عايز احول بقى من الباينري للاوكتال ومن الباينري للهكسا ديسيمال، هعمل ايه؟ انا كنت قايله ايه؟ ان 3 بيتس في الباينري بتمثل لي 1 بيت في الاوكتال. طيب تعال نشوف، هو مديني الرقم اللي بالاحمر ده ثنائي، ماشي، وقال لي حوله للثماني، هعمل ايه؟ هاجي قبل العلامة العشرية همشي اخد السهم او زي ما انا عاملة يمة الشمال، وبعد العلامة العشرية هاخد السهم يمة اليمين. وبعدين بعمل ايه؟ قلنا 3 بيتس من الباينري من الثنائي بتمثل لي 1 بيت في الهكسا، يبقى هقسمها 3 بيتس تلاتات.
هاجي هنا قبل العلامة العشرية بمشي يمة الشمال، اخد 3 بتس وده يبقى رقم. بعد كده هلاقي ظهر لي رقم واحد بس، هعمل ايه؟ بكمله اصفار، يبقى ادي كان واحد رحت مكملها اصفار اهو. طيب بعد العلامة العشرية برضو هقسمها تلاتات من اليمين للشمال اهو، 3 بتس، خدت 3 وحيد دول مع بعض. بعد كده الواحد صفر صفر واحد دول مع بعض، بعد كده ظهر لي هي بت واحدة بس اللي هي الواحد، هعمل ايه؟ هكملتها اصفار اهو، وامسك كل رقم احسبه. عندي 1 0 0 هيبقى اللي هو كام؟ يعني هنا هتبقى 2 أس 0 يبقى كام؟ اللي هو 1، يبقى 1 0 0 اللي هو 1. بعد كده 1 0 1 يعني 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2 يبقى هتبقى 2 أس 0 اللي هي بواحد، زائد 2 أس 2 اللي هي بـ4 اللي هو كام؟ 1 زائد 4 اللي هي 5. وادي العلامة العشرية هي محتفظة بيها في مكانها. بعد كده 1 1 1 اللي هو 2 أس 0 زائد 2 أس 2، 2 أس 1 زائد 2 أس 2 اللي هو كام؟ 7. بعد كده 1 0 0 هنا 2 أس 0 في 0 زائد 2 أس 1 في 0 يعني 0 زائد 0 زائد 2 أس 2 في 1 اللي هي بكام؟ بـ4. بعد كده 1 0 0 اللي هي ايه؟ برضو اللي هي 4 زي دي. يبقى الرقم بقى ايه؟ ادي 1 اهو، بعد كده 5 والعلامة العشرية، بعد كده 7 4 4 اهو 15 بوينت 7 4 4. تعال نشوف اللي بعديها. بعد كده قال لي حول لي من الباينري للهكساديسيمال. ازاي بقى؟ قلنا عندي 4 بتس من الباينري بتمثل لي 1 بت في الهكسا، يبقى انا هنا بدل ما كنت بقسم في الثماني تلاتات هنا هقسم ايه؟ لـ4 بتس. مديني الرقم دوت، قلنا قبل العلامة العشرية ادي السهم بتاعي اهو موضح بمشي ازاي، وبعد العلامة العشرية ادي السهم بتاعي موضح بمشي ازاي، وبقسم 4. جيت هنا قبل العلامة العشرية خدت عديت 1 2 3. نكمل يا جماعة، قلنا هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنبدأ الباقي ده هو اللي بناخده في الرقم الصحيح، وبمشي سهم ايه؟ من تحت لفوق. يبقى هكتب 1 1 0 0 1 اهو، العلامة العشرية اهي في النص. اجي امسك الرقم العشر اللي هو كام؟ 1 من 10، هضربه في 2 لان انا بحول 2، يبقى 1 من 10 في 2 اللي هي بـ2 من 10. باخد الرقم اللي بعد العلامة يعني 2 من 10 في 2 كده، الرقم اللي بعد العلامة 4 من 10 في 2، بعد كده الرقم اللي بعد العلامة اللي هو 8 من 10 في 2، 1 و6 من 10 مش هاخد الواحد، هاخد الرقم العشر بس اللي هو 6 من 10 في 2، 1 و2 من 10، خدت 2 من 10 في 2 بـ4 من 10، لقيت 4 من 10 اهو الرقم اتكرر، يبقى ستوب لحد كده. ايه بقى اللي باخده هنا بعد العلامة العشرية؟ باخد الرقم اللي قبل العلامة اهو، من فين لفين؟ من فوق لتحت، يعني 0 0 0 1 1 0 اهو، تمام كده. اللي بعده انا عايز احول 25.1 لايه؟ للاوكتل. يبقى هقسم على كام هنا؟ على 8، ونفس القصة واخد الباقي من تحت لفوق، يبقى 3.1 ادي العلامة العشرية. هنا برضو هضرب في ايه الرقم العشري؟ هضربه في 8، واخد الرقم اللي قبل العلامة العشرية. عملت ايه يا جماعة هنا؟ باخد الرقم اللي قبل العلامة العشرية منين لمنين؟ من فوق لتحت، يعني هيبقى 0 6 3 1 4، تمام كده. طيب اللي بعديه نفس الرقم، عايز احوله للسداسي 10، بعمل ايه؟ خدت الرقم الصحيح هقسم على مين؟ على 16، والرقم العشري هضرب في مين؟ هضرب في 16. وهنا خدت الرقم من تحت لفوق اللي هو 1 9، وادي العلامة العشرية، ورحت للرقم العشري خدت من فوق لتحت 1 9 9، تمام. تعال نشوف تاني جزئية في الجدول، عايز احول الرقم الثنائي ده لعشري واكتل وسداسي 10، اعمل ايه؟ قلنا في العشري من اي نظام العشري بعمل ايه؟ برقم الرقم اللي قبل العلامة العشرية، هيبقى انا هنا ده ثنائي، يبقى 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3. طب بعد العلامة العشرية برقم بالسالب، 2 أس سالب 1، 2 أس سالب 2، وهكذا. وتحسبها عادي جدا، هتبقى دي 2 أس 3 في 1، 2 أس 2 في 1، زائد 2 أس 1 في 0 اللي هي بـ0، زائد 2 أس 0 في 1، زائد 2 أس سالب 1 في 1، زائد 2 أس سالب 2 في 1،
زائد 2 أس سالب 3 زائد 2 أس سالب 4 هتبقى زائد 0 زائد 0 زائد 2 أس سالب 7 في 1 اللي هي 2 أس سالب 7. حسبتها طلعت لي بالرقم العشري دوت. طيب بعد كده عايز برضو مديني براحتك بقى، هو عايز ان انت تحول الرقم ده لعشري، ممكن لعشري وثمان عشر وايه وسداسي عشر. ممكن تاخد الرقم العشري ده وتحوله للاوكتال، ممكن تاخد الرقم العشري ده وتحوله للسداسي عشر، بس الاسهل ايه؟ اخد الرقم الثنائي بدل ما اقسم واضرب والكلام ده، لا ده انا هاخد الرقم الثنائي احوله للاوكتال وسداسي عشر. ازاي؟ بمسك الرقم الثنائي اقسمه تلاتات وامسك في الاوكتال، وامسك الرقم الباينري ده احوله اربعات في المين؟ في الهكساديسيمال. ده اسهل بكتير. يبقى انا عندي هنا قسمت دي، انا عايز احول لمين؟ لاوكتال. يبقى هقسم من قبل العلامه العشريه همشي يمه الشمال، وبعد العلامه العشريه همشي يمه اليمين، واقسم البيتس تلاتات. هعد هنا 1 2 3، يبقى 1 0 1 اللي هما دول. طب لقيت بيتس واحده عملت ايه؟ كملتها اصفار. بعد كده بعد العلامه العشريه 1 1 1 اهو قسمتها تلاتات، اهو تلاتات اتبقى لي بيتس كملتها ايه؟ اصفار. ونفس الكلام اللي احنا قلناه، حولت كل بيتس وحطيت العلامه العشريه، يبقى انا حولت لايه؟ لاوكتال. تعالى للي بعديه، عايز نفس الرقم احوله لايه؟ لسداسي عشر. يبقى بدل ما كنت بقسم تلاتات هقسم ايه؟ اربعات. وده نفس المثال اللي احنا كنا شرحناه في التحويلات، تمام؟ مفيهاش اي مشكله. رقم 3 في الجدول، مديني الرقم دوت اللي هو 7.27 بالاوكتال، وعايزه بالعشري والثنائي والسداسي عشر. هعمل ايه؟ قلنا من اي نظام العشري بعمل ايه؟ باخد رقم فوق اللي هو قبل العلامة العشرية، يبقى انا ليه 8؟ لان ده ثنائي، يبقى 8 اس 0. بعد العلامة 8 اس سالب 1، 8 اس سالب 2، 8 اس سالب 3. نذاكر التحويلات، الموضوع هيبقى سهل جدا جدا ان شاء الله. بعمل ايه؟ اللي فوق في اللي تحت. 8 اس 0 في 7 زائد 8 اس سالب 1 في 2 زائد 8 اس سالب 2 في 0 اللي هي بصفر زائد 8 اس سالب 3 في 7. وحسبتها جبت الايه؟ الرقم العشري اللي انا عايزاه. بعد كده نفس الرقم عايزه بالايه؟ بالباينري بالثنائي. قلنا اي بيتس في الاوكتال بتتمثل في كام بيت في الباينري؟ في 3 بيتس. همسك كل رقم من دول همثله في 3 بيت. السبعه انا عارفه ان هي 3 وحايد، ونزل العلامه العشريه. الاثنين اللي هي 0 1 0 عشان انا عايزاه في 3 بيتس. الزيرو يبقى في 3 اصفار. السبعه اللي هي 3 وحايد مثلتها ايه؟ بالثنائي. طيب بعد كده الرقم اللي هو 7.207 ده هو بالثمانية، عايزه بالايه؟ بالسداسي عشر. طب احنا خدنا كل التحويلات ما عدا من الثماني للسداسي عشر، مفيش تحويل دايركت من الثماني للسداسي عشر، ولا من السداسي عشر للدايركت للاوكتال. طيب ايه الحل؟ ان انا باخد اي تحويله من الثماني دي من قبلها دي، احول لعشر الاول بعد كده احول لسداسي عشر، او احول لباينري الاول بعد كده احول لسداسي عشر. ونفس الكلام لو هحول من سداسي عشر لايه؟ لاوكتال. يبقى تمام كده. يبقى دي مفيش تحويله مباشره من الاوكتال للهكسة على طول. انا خدت ايه اسهل لي؟ خدت التحويل الثنائي اهو، نزلت اهو. هعمل ايه؟ بدل ما كنت هقسم خدت الثنائي، وانا عايز احول الثنائي لايه؟ خلي بالك انا عايز احول لهكسة ديسيمال. يبقى همسك ده اقسمه ايه؟ اربعات، يعني 4 بيتس. يبقى هنا خدت التلات وحايد، لا هكملها بيتس رابعة اللي هي ايه؟ الصفر. بعد كده اقسم هنا اربعات اهو، خدت 4 بيتس، 4 بيتس اتبقى لي 1، زودته 3 اصفار عشان يبقى ايه؟ 4 بيتس. وحسبت كل بيتس بكام؟ هنا الاربع بيتس دول يعني 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، يعني عبارة عن 2 اس 0 اللي هي بواحد، زائد 2 اس 1 اللي هي باتنين، زائد 2 اس 2 اللي هي باربعة، زائد 2 اس 3 في صفر خلاص بصفر، يبقى 4 زائد 2 زائد 1 اللي هي بكام؟ اللي هي بسبعة اهو. نزلت العلامة العشرية، حول لي دوت، يبقى 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3.
هيبقى عندي ايه اللي موجود؟ واحد بس، اللي هو 2 أس 2 في واحد، اللي هي بكام؟ بأربعة. وهكذا هتحولها، هيطلع الرقم ده اللي هو 7. نزلت العلامة العشرية، 4 3 8 اهو، تمام كده. يبقى هي دي النقطة بتاعت التحويل من الثماني للسداسي 10 او العكس، مفيش تحويل مباشر ليه، لازم احول الاول لعشري او ثنائي وارجع احول للايه؟ للسداسي 10 او العكس. تعال نشوف رقم 4 في الجدول. مديني الرقم ده اللي هو بالهكسا ديسيمال، وطالبه بايه؟ بكل الانظمة التانية، اللي هي بالعشري والثنائي والايه؟ والاوكتال الثماني. طيب هعمل ايه عشان احول من اي نظام لعشري؟ برقم كل واحدة بايه؟ هتبقى هنا انا ده 16، يبقى 16 أس 0، 16 أس 1، 16 أس 2، 16 أس 3. طب بعد العلامة العشرية، يبقى 16 أس سالب 1، 16 أس سالب 2، 16 أس سالب 3. ونخلي بالنا البي اللي هو 11، السي اللي هو 12، الاي اللي هي 10، الاف اللي هي 15. واضرب بقى، يبقى 16 تكعيب في 2 زائد 16 تربيع في 11 اللي هي البي، زائد 16 أس 1 في 3 زائد 16 أس 0 في 2 زائد 16 أس سالب 1 في 4 زائد 16 أس سالب 2 في 10 زائد 16 أس سالب 3 في 15 اللي هي الإف. حسبتها طلعت لي الرقم ده. يبقى سهل جدا تحويل من أي نظام لعشري. طيب تاني حاجة في نفس الخانة بتاعت الجدول اللي هي ايه؟ مسألة رقم 4 في الجدول، طالب برضو الرقم ده بس احوله لايه؟ لباينر. قلنا اي بيت في الهكسا ديسمال هتتمثل في كام بيت باينري؟ في 4 بيتس باينري. يبقى انا بس همسك كل بيت من دول همثلها في 4 بيتس. ادي اهو كتبتها 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3. طب اول رقم اللي هو 2 اللي هو بيمثل 2 أس 1، حطيت اون عند الاتنين والباقي هيكون اوف. بعد كده البي اللي هي 11 اللي هي عبارة عن 8 زائد 2 زائد 1 والباقي هيكون ايه؟ اوف. طيب التلاتة عبارة عن 1 زائد 2 اهو، عملتهم اون اهو وبقية البيتس هتبقى اوف. السي اللي هي 12 عبارة عن 8 زائد 4، يبقى جيت عند 8 اون وعند 4 اون والباقي اوف. ده الايه؟ الرقم اللي قبل العلامة العشرية اهو، رصتهم الاتنين اتمثل لي في 0 0 1 0، بعد كده البي اتمثلت لي في 1 0 1 1، بعد كده التلاتة 0 0 1 1، بعد كده السي 1 1 0 0، وحطيت ايه؟ العلامة العشرية. بعد كده قابلني مين؟ الاربعة، مثلتها في 4 بيتس اهو. بعد كده الايه اللي هي 10 مثلتها في 4 بيتس، بعد كده الاف اللي هي 15 مثلتها في ايه؟ في 4 بيتس. يبقى انا كده حولت الرقم دوت، مثلت كل بيتس من ايه؟ السداسي 10 في 4 بيتس للباينري. اخر حاجة برضو الرقم ده عايزه اللي هو بالسداسي 10 عايزه بالايه؟ بالاوكتل. قلنا مفيش تحويل مباشر من ده لده، يبقى هياخد اي تحويلة انا محولها قبل كده. انا محولها الرقم ده لايه؟ لثنائي ولعشري، واحول من الثنائي للاوكتل او من العشري للاوكتل اللي يترقالك، السهل بالنسبة لك، تمام. انا خدت الايه؟ التحويل الباينري. هاخد كل بيتس من دولي هقسمها لكام؟ باينري ده باينري، انا خدت تحويله الرقم السداسي 10 ده لايه؟ اللي هو الباينري اللي انا جبته. بس انا عايزه بقى دلوقتي الباينري ده في الايه؟ عايزاه اوكتل. يبقى هقسمه كام؟ تلاتات اهو. قسمت كل 3 بيتس مع بعض، كل 3 بيتس مع بعض اهو، اتبقى لي هنا 0 كملت اصفار. وجيت بعد العلامه العشرية قسمت كل 3 بيتس مع بعض بالشكل ده، كل 3 بيتس مع بعض طلعت مظبوطه، ما زودتش اصفار، 3 بيتس. مسكت كل واحده 3 اصفار، دي اللي هي كام؟ بصفر. 0 1 0 اللي هي كام؟ ب2. 1 0 1 اللي هي كام؟ 5. 0 0 1 اللي هو 4. 3 1 اللي هو 7. 0 0 1 اللي هو 4. نزلت العلامه العشريه في مكان، بعد كده 0 1 0 اللي هي كام؟ 2. بعد كده 0 1 0 اللي هو 2 اللي هو، بعد كده 1 0 1 اللي هو 5، بعد كده 3 1 اللي هو 7، تمام. ليه؟ لان كل بت في الاوكتل بتمثل لي 3 بتس باينري، عشان كده قسمتها 3.
قلنا ممكن حد تاني يقول لي لا ده انا هاخد التحويلة اللي انت عملتيها اللي هي العشر دي واحولها لاوكتال هتطلع لي نفس الناتج. هعمل ايه من عشر اوكتال او من عشر اي نظام كنت بعمل ايه اللي هي القسمة والضرب. الرقم الصحيح بقسم في العشر بضرب وطلع لي ايه نفس الناتج. تمام كده. تعال نشوف تاني سؤال في الشيت. تاني سؤال في الشيت اللي هو عن تمثيل الارقام السالبة، ان هو يدي لك رقم سالب ويقول لك مثل لي الرقم ده. طب ده اعمله ازاي؟ تمثيل الارقام السالبة لها ثلاث طرق. اول حاجة طريقة الساين اند ماجنتيود، يعني خانة للاشارة وخانة بمثل فيها الرقم. تاني طريقة في تمثيل الارقام السالبة اللي هي الفيرست كومبليمنت. تالت طريقة اللي هي السكند كومبليمنت. تعال نشوف كل واحدة بتتعمل ازاي. ساين اند ماجنتيود من اسمه يعني قيمة اللي هي اشارة وقيمة. ساين اند ماجنتيود قالك بتمثل الرقم عادي، يعني لو عندك سالب عشرة عايزة تمثلها، لا انت مثل العشرة بس باينر الاول اللي هي اصفار وواحد عادي زي ما بنمثلها، وبعد كده هتحط لي خانة للاشارة. لو الرقم ده سالب حط في خانة الإشارة دي واحد، لو الرقم ده موجب اللي انت بتمثله حط في خانة الإشارة دي ايه صفر. تمام، يعني سهل جدا. يبقى بالساين اند ماجنتيود بتمثل الرقم باينري عادي وتحط هنا خانة للإشارة، لو الرقم موجب بحط صفر، لو الرقم سالب بحط ايه واحد. طيب الوانز كومبليمنت بعمل ايه؟ برضو هتمثل رقم واحد ايه الرقم باينري عادي اصفار وواحد. طيب تاني خطوة كل صفر يقابلك اقلبه واحد وكل واحد اقلبه صفر، مفيش اسهل من كده. يعني مثلا هنا اهو قلت عايز امثل السالب سبعة، مثلت الاول السبعة في الباينري طلعت لي بتلات وحايد، يبقى السالب سبعة عامل ايه؟ كل الاصفار بقلبها واحد وكل الوحيد اصفار، بقت ايه؟ زيرو زيرو زيرو. او ان انت تطبق القانون ده. القانون ده بيقولك عشان تمثل الرقم السالب، القانون بيقول سالب اكس تساوي اتنين اس ان ناقص واحد ناقص الاكس. اكس ده العدد اللي هو اللي انا عايزه امثله من غير الاشاره، والان ده عدد خانات بتاعه الرقم لما بمثله في الباينري. انت عايز تمشي بالطريقه دي براحتك، عايز تعوض في القانون ده وتحفظ القانون وتعوض انت حر. يبقى انا قلت طريقه الوانز كومبليمنت بمثل الرقم باينري بقلب كل صفر واحد وكل واحد صفر. طيب ايه التوس كومبليمنت دي؟ ده بعمل ايه؟ انت هتمثل الرقم باينري عادي برضو، يبقى تمثيل الرقم باينري دي ثابته في التلاتة. وبعمل ايه؟ ببص على الرقم من جهه اليمين، تمام، بنزل البيتس لحد اول واحد يقابلني، وبعد كده بعمل ايه؟ بعد ما نزله بقلب الاصفار وحيد والوحيد اصفار. ازاي يعني ايه الكلام ده؟ يعني السبع مثلا انا حولتها لايه؟ واحد واحد واحد، تمام، ده باينري. ببص جهة اليمين اهو لقيت اول واحد قابلني نزلته، بعد كده اقلب الاصفار وحيد والوحيد اصفار. تمام كده. يبقى الواحد اهو اول واحد قابلني نزل، بفضل بص انزل في البيتس لو في اصفار بنزلها لحد اول واحد يقابلني، وبعد كده بقلب الاصفار وحيد والوحايد اصفار. او تطبق القانون ده على طول، ان سالب اكس تجيبه من اتنين اس ان ناقص الاكس، الان دي اللي هي عدد البيتس اللي انا مثلت فيها الرقم بتاعي. تعال نشوف السؤال رقم اتنين في الشيت. هو مديني سالب 18، بيقولي مثل لي السالب 18 دي بالتلات طرق، بالساين اند ماجنتيود، بالوانس كومبليمنت، بالتوس كومبليمنت. قلنا اول حاجه بالساين اند ماجنتيود بعمل ايه؟ بمثل الرقم عادي باينري عادي اللي هو الكام اللي هو ال 18. انا عندي اهو باينري يعني 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 2 اس 4. هلاقي ال 18 عباره عن ايه؟ عباره عن 16 زائد 2، يبقى الاثنين دول هيكونوا اون والباقي ايه؟ اوف. يبقى 1 0 0 1 0. خلاص مثلته باينري، بعمل ايه؟ بحط خانه للاشاره. الرقم هنا ايه؟ سالب، يبقى خانة الإشارة هتكون إيه؟ واحد. يبقى دي خانة الإشارة واحد، وادي الرقم اللي أنا مثلته باينري حطيته. تمام؟ سهلة خالص. اللي بعديها
مثلها لي بالوانز كومبليمنت. مثلت الرقم 18 الاول باينري زي ما احنا عملنا هنا اهو، اللي هو 0101. تمام. طيب هعمل ايه؟ اقلب بقى تاني خطوة عشان امثل السالب 18، اقلب الوحيد الاصفار لاصفار والاصفار لواحد. الصفر بقى واحد، الواحد بقى صفر، الصفر بقى واحد، الصفر بقى واحد، الواحد بقى صفر. كده انا ايه؟ مثلت الرقم. او امثل بالقانون بتاعي، سالب الاكس عبارة عن 2 اس ان ناقص الواحد ناقص الاكس. يبقى الاكس عندي بكام؟ ب18. والان عدد البيتس اللي مثلت فيها الرقم 1 2 3 4 5. يبقى سالب اكس طلع لي بكام؟ 2 اس 5 ناقص 1 ناقص 18، طلعت لي ب13. بس خلي بالك 13 ده رقم عشري، هرجع احوله لايه؟ لرقم اصفار ووحايد. او تاخد الطريقه دي اسهل بكتير. طيب اخر حاجه طالب السالب 18 باستخدام ايه؟ التوز كومبليمنت. مثلت الرقم ايه؟ باينري عادي. قلنا بعمل ايه عشان امثل السالب 18؟ باجي ابص من اليمين هنا بنزل البيتس، الصفر قابلني بنزله عادي، لحد اول واحد يقابلني بنزله عادي، بعد كده بقلب الاصفار وحايد والوحايد ايه؟ اصفار. يبقى اول واحد قابلنا نزلناه، دوت اول واحد قابلنا اهو نزلناه زي ما هو. يبقى انا بنزل البيتس عادي لحد اول واحد يقابلني بنزله، بعد كده اقلب الاصفار وحايد والوحايد اصفار. او انا اعمله بالقانون العام، الاكس عندي بكام؟ ب18، وعدد البيتس 5، يبقى سالب اكس عبارة عن 2 اس ان ناقص الاكس، يعني 2 اس 5 ناقص 18 اللي هي 14. خلي بالك ال 14 ده 10، انا محتاجة احوله لايه؟ الاصفار ووحيد. حولته طلع لي نفس الناتج بتاعي اللي انا كنت عاملاه. طيب هنا بيقول لك ملحوظة ان الموست، حاجة اسمها الموست سيجنيفيكانت بت. الموست سيجنيفيكانت بت ساعات يقول لي حدد لي في الرقم اللي انت طلعته الموست سيجنيفيكانت بت. الموست سيجنيفيكانت بت دي البت صاحبة اعلى اس، هي دي. وقال لي دي اصلا بتكون بتمثل لي الاشارة. يعني مثلا رقم زي ده اللي هو موجب 18 ده، ها انا عارفة ان ده 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4. 2 اس 4 دي اعلى اس، صح؟ ده الاس اعلى اس، يبقى دي الموست سيجنيفيكانت بت. وهكذا بيقول لك الموست سيجنيفيكانت بت. بس خلي بالك انا لو حطيت هنا خانه اشاره هتكون ايه؟ صفر. فالصفر دوت هيبقى 2 اس 5، يبقى ده الموست سيجنيفيكانت بت. يبقى بيقول لك الموست سيجنيفيكانت بت ريبريزنت ساين، هي الاشاره لانها بتاخد اعلى اس. لو صفر يبقى موجب، لو واحد هيكون ايه؟ هيكون سالب. وهنقف لحد كده ان شاء الله، والمرة الجاية نكمل الشيت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.